كما هناك الصدارة ومقدمة الشوط، هناك عالية لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف آل الهيان تتقدم في هذه اللحظات، ومتابعة أيضا في التضمير للصادق فضل الأمين، النقلة في المركز الثانية اللي واصلة وتقدمت شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان الظبي، ويقدمها المحترف جمعة بن عتيق الرميفي، هملولة تدخلت من الجانب الآخر من هجن الرياسة مع الظافر بن يمي العلي، بينما هنا من عمق الميدان تأتي مشاهدينا هناك من الجانب الآخر الدخول أو من الجانب الدوني وصول من الشاهنية من هجن الرياسة مع المجازف بن زيتون، وأيضا هناك دخول آخر وتقدم من قبل المشاهدين الأعزاء، هناك غزوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة هو اللي يتابع عملية التضمير، هذه الستة مراكز المتقدمة، ناخذ المركز السابع وتحركات بشاير من هجن الرياسة، أحد الشباب هناك خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري أبو محمد دائما متواجد مع الشعار الأحمر الخطر، هنا النقلة في المركز السابعة أو الثامنة التي وصلت في هذه اللحظات، وهنا أيضا انتقلت هملولة من هجن الرياسة وهملولة الأخرى من هجن الرياسة في المركز السابع والثامن، والتضمير عند الظافر بن يمي العلي، بينما هناك المركز التاسع اللي واصلة من الجانب الآخر والتدخل النواعس من هجن الرياسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري، والمركز العاشر هنا وصول وقدوم من هملولة مع علي بن يميل الظافر، هذا النداء الأول، هذه الحركة الأولى هي الرصد الأول لهذا الشوط، الشوط يتواصل بأداؤه يتواصل بشعاراته، شوفوا هنا مشاهدينا الشعار العيناوي الذي سيطر من البداية على المقدمة ومنافسة شيقة وجميلة وإنجازات، هذا الشعار الكل يذكرها في هناك الختاميات مشاهدينا ما شاء الله، حينما انتزع في ختامي في يوم واحد 7 أشواط و7 سيارات، بالفعل هو الشعار العناوي الذي يحتل الصدارة، شعار سمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف آل الهيان، له أيضا التحية أبو محمد، بينما من الجانب الآخر مشاهدينا دخول وقدوم من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتقدم من الناحية الأخرى مشاهدينا مع بن حلوة في عملية التضمير، وهي أيضا غزوة، بينما الشاهنية وصلت شعار الجماهير، لا تنسونا شعار مؤسسة هجن الرياسة الذي تقدم مع الشاهنية وتقدم بمعيته أحد عمالقة التضمير والمجازفين بن زيتون، بينما شوف اللي وصل، الله وصل شعار هنا أيضا من الشعارات المهمة وشعارات التوقيتات الجميلة، شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان وصل مع الظبي ومع أيضا المحترف جمعة بن عتيق الرميفي، ومن الناحية الأخرى تدخل هملولة وصلت من هجن الرياسة لتنضم إلى الفايف ستار الخمسة نجوم من هجن الرياسة، الظافر علي بن يميل من يقودها في عملية التضمير، نقلة أخرى قادمة وهملولة أخرى تنضم إلى المراكز المتقدمة الأولى من هجن الرياسة مع الظافر هنا المركز السادس والمركز السابع، كذلك المركز الثامن يأتي دور مشاهد الأعزاء انطلاقة بشاير من هجن الرياسة مع خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري، وهملولة أخرى الظافر الذي يدفع بأكثر من عتاد، وصاحب أيضا إنجازات جميلة مع الشعار الأحمر الخطر اللي يمر ويعبر في أي وقت وأي حين وأي حركة من هذه أيضا مشاهد الأعزاء، وصول آخر وانضمام مشاهد الأعزاء شعار هجن الرياسة مع العين والخبير عوض بن مبارك المهيري، هذه النتيجة، نعود للصدارة.
عودة إلى الأداء، عودة إلى مقدمة الشوط لنتابع الحركات الجميلة للمضمرين ويتابعون الإخوة الذين يتابعون عبر شاشة ياس الرياضية هذه الشعارات التي يتشوقون لها أيضا مشاهدين الأعزاء وجماهيرها ومحبيها، والكل يتابع بالفعل هناك من على الشاشة من على البعد ومن أيضا هنا بلائنا المجردة. ما زالت مشاهدينا تقدم لنا عالية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، تتقدم وتنطلق من الصدارة برفقة الصادق فضل إلى مين؟ هملولة انطلقت من الجانب الآخر، هملولة انطلقت من الرياسة، الظافر حاضر بأكثر من عتاد بأكثر من أداء كما حضر في الأشواط الرئيسية. تحية أيضا لأبو الجمايل أبو سعيد يا سلام. المركز الثالث هناك الضبي، وصلت ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك قادمه من ميدان المرموم، قادمه بالشعار الجميل على لون السماء ولون البحار، شعار يعرف طريقه للانجازات الجميله. شكرا يا بن حلوه. المركز الثالث، المركز الثالث، ولكن دشينا بالكيل الاخير يا سلام. شوفوا المركز الأول، هملولة انطلقت وانطلق المضمرين، اللي بينطلق من المضمرين يقدم نفسه بطلا لهذا الشوط، يقدم نفسه لجماهيره ولعشاق هذا الشعار وهذه الشعارات التي حضرت بقوة في هذه الأمسية. الله 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 الله، شوفوا التجمع، هذا ما يدل على قوة الشعارات، على قوة الهجن، على قوة هذه أيضا مشاهد الأعزاء البكار المشاركة. يا سلام، تقدمت انطلقت، شوفوا يا سلام وصلت الظبي وبشاير، وصلت هملولة، حرك هملولة الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تنطلق بشاير تبشر بالخير للجماهير. هملولة المختبر، الأداء، الركض، مؤسسة هج الرئاسة تنطلق وتعاود الكرة كل مرة. الله الله، تعاود الكرة عند خط النهاية والبادرة كل مرة. هذه هي عوايد هج الرئاسة وعوايد الشعار الأحمر الخطر اللي يمر ويعبر في أي وقت وأي حين. تحية للظافر مع هج الرئاسة أبو سعيد، وانت سعيد مع الشعار الأحمر، الكل سعيد مع الشعار الأحمر، كل يتمنى يوم عيد. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هملولة في المركز الأول. المركز الثاني، الشعار العيناوي، شعار عالية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. والمركز الثالث، وصلت أيضا كانت بشاير من هج الرئاسة. المركز الرابع أيضا هملولة لهج الرئاسة. والمركز الخامس الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. شوط جميل، والتوقيت عند الهواري، التوقيت هملولة لهج الرئاسة، التوقيت 9:38 سبعة أجزاء من الثانية. شكرا لهج الرئاسة وتهانينا لها، وشكرا الظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثاني، شوفوا عالية قدم الشوط جميل، 9:39 ستة أجزاء من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. شكرا الصادق فضل الأمين. المركز الثالث كانت في الفوتو فينش أيضا مشهد بشاير من هج الرئاسة. شكرا أبو محمد خلفان بن محمد بن خصيب الظاهري، 9:40 هذا هو كان التوقيت. وشوط آخر ونتواصل. بسم الله الرحمن.